النائب علي صلاح، يسعد صباحك. صباح الخير أخي كمال، أشكرك شكر جزيل لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. مبروك لك انتخابك في المكان الرابع في قائمة ميريتس، كون هذا المكان مضمونا لدخولك الكنيست في الانتخابات القادمة والتي ستجري في الأول من شهر نوفمبر المقبل. هذا من لطفك أخي كمال، وأنت الصحفي الكبير الذي يقوم بواجباته اتجاه المجتمع العربي واليهودي، ونحن نستطيع أن نقدم، أنت في مجالك وأنا في مجالي وكل في مجاله. شكرا لك على هذا الكلام. حدثنا أولا عن شعورك بتحقيق هذا النجاح. أنا أشعر كما يشعر العديد والكثر من أبناء مجتمعي بهذا النجاح، وهذا النجاح هو نجاحهم، ونحن نستحق أن نكون دائما في المقدمة، وإذا عملنا معا سننجح دائما. في أي الأوساط عملت بين الناخبين في الانتخابات التمهيدية لقائمة ميريتس من أجل تجنيد هذا الكم من المصوتين الذين منحوك المكان الرابع وهو مكان مضمون لدخولك نائبا في الكنيست؟ وهل حظيت بالدعم الكافي من المصوتين العرب إلى جانب المصوتين من بيت جن والقرى الدرزية؟ أنا حصلت على تقريبا 6000 مؤيد من العرب واليهود من الشمال والجنوب من المثلث ومن المركز من جميع الجهات في المجتمع الإسرائيلي، يهودا وعربا، شرقيين وغربيين، وطبيعي المثقفين والمثقفات وأبناء جلدتي جميعا من الدروز والمسيحيين والإسلام والشركس، ولم يبقى أي جهة لم تكن لها حصة في هذا الإنجاز. النائب علي، لا شك أن المهمة الملقاة على عاتقك الآن هي الكد والعمل من أجل تجنيد أكبر عدد من المصوتين لقائمة ميريتس في الانتخابات المقبلة في الوسط العربي وبما فيه الدرزي، فكيف ستدير حملتك الانتخابية من أجل تجنيد المصوتين لميريتس؟ أولا أنا أقول لأبناء جلدتي جميعا، ما بحق جلدك إلا ظفرك. أنا كنت في الكنيسة سنة كاملة، لم أسمع من الجهات اليمينية في الكنيسة الإسرائيلي بيهمها أمرنا، تحدثوا كلاميا ولكن لم ينجزوا شيئا على أرض الواقع. ولذلك أنا أتوجه لأبناء جلدتي في دولة إسرائيل يهودا وعربا في حزب ميريتس ومن هم ليسوا في حزب ميريتس، لنتحد، لنعمل معا، لنتكاتف، لندعم، لنخرج للتصويت، وإذا خرجنا وكنا أقوياء سنكون في الحكومة مرة أخرى، وإذا مستشفى صفد حصل على تا لاحظ عمليا والمستشفيات الأخرى أخذت في الحسبان باقي المجالات الأخرى التي عملنا فيها سنتقدم وسنحصل، وأنا بصدد أن نلغي قانون القومية ونجمد قانون كامينتس وغيرها من القوانين المجحفة في حق المجتمع، مجتمع الدرزي المسيحي والمسلم، أي المجتمع العربي الذي أمثله. ولا ننسى بأننا في العشر الأوائل لدينا أخرى 3 إخوة من الأخ مازن أبو صيام والمحامية أميمة حامد وطبيعي الأخ عايد دير، علينا أن نعمل ليكونوا هم أيضا داخل الكنيسة الإسرائيلي، وهذا شيء معقول ومقبول ويمكن. هذا يجرني أن أسألك، ما هي أهم المواضيع والأهداف التي ستعمل على تحقيقها عند دخولك الكنيسة؟ أولا المساواة والمساواة وإعطاء المجتمع العربي حقه في هذه الدولة، وأن نكون شركاء في بناء هذه الدولة في جميع ميادين الحياة، وأن نحصل على ما لم نحصل عليه منذ قيام الدولة ولغاية الآن نتيجة سياسات لا نريد أن نكون فيها، وهذا ليس بالمستحيل. إذا فعلنا وعملنا معا سننجح لتحقيق أهداف المجتمع العربي وخاصة
مستقبل أبنائنا وأحفادنا، وهذا الأهم. ألف شكر لك النائب علي صلاح على هذا الحديث، ومرة أخرى أقول لك ألف مبروك. دعني أشكر كل من ساهم في هذا النجاح، من إيلات إلى رأس الناقورة، من المجتمع الفسيفساء الجميل الذي أنا أتحدث عنه دائما، الإسلام والمسيحيين والدروز والشركس والأحمديين وغيرهم، طبيعي إلى جانب الجهات المتقدمة والمتحضرة في المجتمع اليهودي الذين ساهموا وأعطوا علي صلاح ولم يتطلعوا إذا هو يهودي أو غير يهودي. هذا هو حزب ميرتس، حزب المساواة وحزب التقدم والحضارة. شكرا لك. شكرا لك ولجميع الأهل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.